بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اليوم في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد سماعي للاستجواب من الأخوين الفاضلين دكتور عبد الكريم الكندري وعدساني لوزير الدولة، أعلن تأييدي للاستجواب وأقف مع زملائي الأخوة النواب في موضوع هذا الاستجواب للصالح العام، وشكراً.